القضاء على السوق الموازية وخلق فرص عمل وتنظيم السوق التجارية من ضمن الاستراتيجيات المنتهجة من قبل قطاع التجارة، حيث تم إحصاء أزيد من 15 ألف تاجر متنقل مقيد منذ سنة. كاميرا تلفزيون تنقلت إلى شوارع العاصمة أين التقينا بالباعة غير النظاميين في إطار القافلة التحسيسية بأهمية السجل التجاري المتنقل الذين استحسنوا المبادرة. حملة تحسيسية لتحسيس التجار الباعة اللي راهم يمارسوا أنشطة غير نظامية على مستوى الأحياء ومستوى الأسواق، باش نعطوهم صبغة قانونية وباش نعطيكم سجل تجاري، وذلك باستصدار إلا بطاقة التعريف الوطني، يعني ما نطلب لكمش لا محل ولا سيارة ولا أماكن تاع السوق، ولا نطلب لكم إلا بطاقة التعريف الوطني ونعطيكم سجل تجاري، ومن ثم أنكم تكونوا محميين قانونيا ويكون عندكم نظام اشتراكي في لاكازنوس، وتكون عندك بطاقة الشفاء، ويكون عندك اندماج في المجتمع. أنا ماذا بينا إنسان يكون عنده شكوماس يخدم قانوني وين يروح يقاري، يكون يعني كما نقولوا بصفة مرسمة تبيع في الطريق، لا بوليس ما يجيني وك ما يحوسي يسيزي لك سلعة ما والو، حاجة مليحة هادية أون بيلون. حاولنا عراقيل بزاف أبسط ولي سهلة، تنسكري بار انترنت، إنسان شغل ميم اللي كان عنده شوية ماش جاتو صعيبة شوية كذا تجي روجيس كومير دوكا تولي تجي حاجة سهلة. إجراءات ستمكن من تسويق أكثر من 120 خدمة بين البيع المتنقل للسلع وتقديم الخدمات المتنقلة، مما سيسمح بامتصاص البطالة والوصول إلى 50 ألف تاجر متنقل مع نهاية هذه السنة.